الباص. أوه سيارة أم فلاح. شوفوا أمطار فجر اليوم المحمية أم الهيمان. هذه الكميات اللي نازلة من الأحمدي جنوب الصباحية. الساعات الأولى من صباح اليوم يعني من بداية الساعة واحدة بدأت الأمطار تل على دولة الكويت، وإن شاء الله تكون أمطار خير. ويعني الأمطار كانت ضمن المعدلات الطبيعية في البداية، مع استمرار الأمطار بشكل مستمر بدأت تزيد الكميات هذه، تركزت في المنطقة الوسطى للبلاد وبعض المناطق الجنوبية، بعض المناطق يعني بعض المواقع في المناطق الجنوبية. وكالعادة بدأت فرق الطوارئ إن شاء الله بالتعامل مع هذه التجمعات في الأماكن، في أماكن يعني تم رصدها من قبل الفرق التابعة للوزارة كمناطق داخلية، وأيضا الفرق التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري للطرق السريعة، والتعامل مع هذه المناطق والتأكد من عدم وجود أي إغلاق لأي طريق. يعني ممكن يكون مثلا في بعض التجمعات على كتف الطريق وجاري سحب المياه، ممكن حارة واحدة تأثرت في تجمع بعض المياه، ولكن وأيضا الآن الإخوان تم سحب أغلب هذه المياه. ولكن أنت عارفة شبكة وزارة الأشغال العامة، شبكة الدولة مربوطة في هي واصلة إلى البحر، وتدرين الآن الساعة 12 الظهر راح تكون حالة المد أعلى منسوب لها، فبالتالي ممكن تصريف المياه يتأثر الفترة القادمة. ولكن الإخوان بالتعاون مع الجهات المعنية متواجدين 24 ساعة للتأكد من أن الطرق كلها مفتوحة، وأي تجمع المياه الأمطار يتم التعامل معه وإيجاد الحلول لتصريفه إلى المناطق إلى المواقع الأخرى. أمطار فجر اليوم المحمية أم الهيمان، تبارك الرحمن، كمية أمطار كبيرة لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار فجر اليوم المحمية أم الهيمان. طريق الجنوب الشرقي من مدينة صباح الأحمد قطاع لي مغلق، الشارع الخدمي من أمام المنازل.